لأن المدار تاعو الكومسارت تقريبا في الجنوب، وبالتالي التغذية ماشي سهلة، هذا واحد من المشاكل تاع الكومسارت، ولكن التغذية قادرة يعني كاين إشكال تحكي لنا الحمد لله. مناطق الظلمة خلاصتش بلاباس. خلاصتش. هي نورمال عندنا وهنا ثاني سي قبل ما نكملوش الوضع في لاسيون. باسكو لو سود كوم كونستاتي لا بليبار دي عندنا بلا محلول تما ما كاينش لا محلول ما عندناش لي زون دومبر عندنا في اون بليس عندنا لا كوبرتي تاع الساتيليت ما هذيك ما تهمنيش اش كاين نقاط ما يوصلهاش البث والله يوصلها البث الامور ولا ما عرفتش المشكل في البنايه تاع الاجهزه وفي الكهرباء ولا جروب ولا حاجه دونك الا نقدروا هذيك تي دي اي يقدروا يونجاجي نقدروا عندنا لي زاسال سيرتو تاع الماء نجيبوا عندنا تيست خلاص شوف مع رشيد شوف مع المدير العام لا انا سي الوزير عندنا 90 اهلا ومرحبا بكم حللتم سهلا ونزلتم اهلا بكم في هذا المقام الاعلامي الذي نجسد من خلاله بين الشتاء والصيف وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام لا سيما وسائل الإعلام الإلكترونية والصحافة الورقية اللي لابد لهم من توفر من بعض الشروط وعلى رأسها الشهادة الجامعية للمعنيين بتسيير هذه المؤسسات. يعني المسرحيين بلعباس مشهورة بالمسرح من أعرق المدن المسرحية في الجزائر. إذا عندكم المادة الخام المادة الفكرية المادة الأدبية المادة الإعلامية موجودة يبقى عليكم كيف تنقلوا هذه المادة. وفي هذا الشهر أيضا في شهر ديسمبر يعني نشرت القوانين الجديدة للإعلام قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمع البصر. وفيه أيضا أطلق السيد رئيس الجمهورية جملة من التدابير لفائدة الصحافة. وفيه أيضا تم تدشين إذاعة تعبير لمناسبة عزيزة جدا على قلوبنا نحن كإذاعيين وكجزائريين بصفة عامة اللي هي ذكرى تأسيس إذاعة الجزائر الحرة المكافحة ذكرى 67 وما أشبه اليوم بالبارحة يعني إذاعة الجزائر الحرة وكان موضوع الندوة ناشد ونطالب الهيئات الدولية والمعاهدات الدولية وكل من له صلة أن نتحد ونقف مع الرئيس تبون في مطالبه التي تطالب وتناشد بمعاقبة الشعب الصهيوني الصهاينة على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وشكرا. شواهد احنا حاجه كبيره تطلب جمله ميزانيه تاعها